السلام عليكم أعزائي الكرام، مرحبا بكم في قناتكم أم لغة في المهجة. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب العالمين. وصفة اليوم هي جاتو، يعني تشاهيتو. كنا كانت ماما الله يذكرها بالخير ديره لنا وحنا كنا صغار، اللي اسمه بان دي بيس. وعلى فكرة ما فيه حتى اي بيس. دونك المقادير: عندي 500 غرام زبدة، عندي كيلو فرينة، عندي 300 غرام سكر، عندي ملعقة كبيرة يعني مملوءة كما راكم تشوفوا معايا هنايا تاع بيكربونات، عندي 8 مغارف عسل، هنايا زبدة 500 غرام راني دوبتها، عندي لا كونتيتي كبيرة. دوك نشوفوا واش هتخرج لنا من الحبة تاع جاتو. بعد ما دوبت الزبدة درتها في ريسيبيون، ضفت لها السكر، قلت لكم السكر 300 غرام، نخلطهم مع بعض، نضيف لهم ملعقة تاع بيكربونات، وهنايا نبدأ نضيف في 8 ملاعق تاع العسل. يعني العسل اللي نشروه باش نحضروا به الحلويات. تقدري حتى كي تخدمي العسل في الدار تستعمليه، يعني ماشي شرط حتى كي تشريه. دونك انا نضيف كامل في العسل، انا يا درت 8 ملاعق. هنا فرينة قلت لكم عندي كيلو، مي في الاخير راني ضفت الفرينة. دوك نشوفوا القوام تاع العجينة ونذكروا من بعد كيفاش ضفت الفرينة. هنا خلطت مليح كما راكم تشوفوا معايا، سرعت الفيديو باش ما يجيش بزاف طويل. بعد ما يندمجوا مع بعض، انا الكيلو الفرينة الاولاني ضفته كامل على مرة، يعني فوتو في الباسوار هكذا وضفته كامل. جمعت لقيت العجينة تاعي مازالها بزاف، يعني القوام تاعها ماشي هذاك، هو بزاف كانت معايا جارية. شوفوا هنايا بديت نضيف بخمسين غرام، نضيف بخمسين غرام ونشوف القوام تاع العجينة. إذا كان على كل حال العجينة لازم تقعد طرية. أنا ضفت 50 غرام، 50 غرام يعني ربع مرات. دونك ضفت 200 غرام، يعني على الكيلو ضفت 200 غرام. انتي أخت الكريمة بديت تضيفي ب50 غرام، ماشي جامي قادرة معاك تطيحي غير 150، 100، سا ديبون لا فارين. دايما نقولوا هكذا، قلت لك في الاول ديري اعلى مره كيلو تضيفي ب50 غرام. هنايا رايحه نقسمها على 2 ونفتحها في الصينيه، والصينيه ما لازمش تكون عندها هذوك الجوانب تاعها يعني طالعين، هذا هو القوام تاع العجينه. دونك نفتحها على البابي كويسون هكذا باش تجيني سهله. الفرن راه مسخن على درجة الحرارة 180، ما نخرجهاش كامل حتى الطرف، نخلي شوية فراغ على الجوانب. نقدر يعني نقادها بلا سباتول كما راكم تشوفوا معايا، جوست باش تجي قيس قيس، يعني تجي متساوية. انا تفتحيها حوالي 5 مليمتر هاكو. انا شفتوني درتها في لابلاك ديريكت، وده كانت ما عندكمش هكذا لابلاك تاع الفوق يعني تقلبي، وكانت عندكم الصينيه تاع اللي فيها الجوانب تاعها عاليين، تقلبي الصينيه لقفاها وتحطي العجينه تاعك بعد ما تسرحيها على لقفه تاع العجينه. كملت نفس الشيء مع الثانية، يعني العجينة الثانية نفتحها نفس الشيء ونطهيها. ولازم البسكوي هذاك يطيب لازم يجي محمر، يعني انتي خليه 15 حتى 20 دقيقة وشوفي، يعني فقديها يعني كل فوق وكيفاش. خليها حوالي 20 دقيقة على 180 وعسيها. إذا شتيها ماشي محمرة خليها تحمر، ولا شتي قاعد من الفوق يعني بيض ما ماشي طيب لك شعلي عليها غير شوية من الفوق باش تنشف.
يعني انا فتحتهم على حساب الصينيات اللي عندي. وانتي بطبيعة الحال تفتحيهم على حساب الصينيات اللي عندك. هنايا هاي طحت معايا شوية تحمرت مليح، حطيت على الثوب حتى بردت مليح. من بعد درت عليها معجون المشمش، يعني في التزيين وش نسحقه، نسحقه معجون مشنش، نسحقه قليل من الشوكولا سوداء دائبا راح نزين بها. انا يا هنا يا قبل التزيين بعد ما درت الطبقة الاولى تاع المشمش، يعني بعد ما برد معايا البسكويت تاني شوفوا حتى وين تحمر مليح، خليتهم ليلة كاملة على هذا الشكل هذا يعني لكم تشوفوا فيه. يعني درت المعجون، درت طبقة تانية وما درتش المعجون عليها من الفوق، خليتها هكذا حتى مع الصباح باش تحكم روحها مليح. شوفوا كيف تحتها متلصقة مليح مليح، نحي الحواف تاع البسكوي على هذا الشكل. وهاد الحواف انا مش حنرميهم، رايحة نسكرفجهم، رايحة نزين بهم الفوق. ماشي شرط تزيني بهم الفوق، تقدري ديري الشكلات، تقدري ديري فيرميسال وشوكولا، يعني التزيين اختياري. انا فضلت نزين بهاد الحواف بعد ما نسكرفشهم. درت المعجون تاع المشمش، كما شفتوا معايا، ونرشهم مليح مليح يعني حتى وين يتغطى كامل المعجون بالبسكوي اللي تلحيه ولا تفوتيه بالحكاكة كيما درت عمو. يعني تفكروا شوية حلويات زمان صراحة، ذوقتها حيجي بزاف رائع. فلو انا فضلت نزيد نزينها بالخطوط رقيقة، يعني خطوط رفيعة جدا بالشكلات، دونك كمية قليلة تاع الشكلات. دوبتها في ميكرووند ولا في طماغي كيما حبيتي، وزينت بيها خطوط على هذا الشكل، يعني خطوط رقيقة جدا. من بعد كيما تقطعي الحلوة تاعك قطعها كيما حبيتي. انا هي يعني جبت انغاكل يعني وشفت الطول، خرج لي 27 على 30، دونك راني يعني نقسم فيهم متساويين. هنايا درت 5 سنتيمتر بلس 1 مليمتر للقطعة. جيت نقطعهم كاري، من بعد قلت لا قطعهم على هذا الشكل، يعني مقاطعات يخرجوا، يعني الشكل تاعهم يخرج زوين بزاف. يعني وانتيا تقطعيهم كيما حبيتي، شنو هنايا يقعد لك لي شويت بزاف ما يصلحوا للاكل. شوفوا الحبيبه تاعنا كيفاش تجي، تجي رائعه. وهنا حنزينهم، يعني شوفوا خرج لي هاد البلاتو، خرج لي هاد الصينيه، خرج لي هاد الجوانب اللي كنت قطعتهم، ونزينهم بورقة ذهبية يعني تزيد لهم جمال في المنظر. نتمنى صراحة الحلوة تنال إعجابكم، وبقى لي غير نقولكم شاهدكم في الجنة إن شاء الله، ونتلاقاو في فيديو لاحق إن شاء الله.